أشواطنا مستمرة، تحديات مستمرة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي الرائع. الشوط السادس تمت انطلاقته بحفظ من الله وتوفيقه منذ لحظات، وهو شوط خاص بالحجايج الجعدان. ننطلق مباشرة، نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة وأرى الاندفاع في هذه اللحظات. نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية وأرى الخوال أحمد بن سعيد بن منانة على مقدمة هذا الشوط، يليه اللي في المركز الثاني شاهين لعلي بن عبيد بن غدير الكتبي. ننطلق مع المركز الثالث وأرى هني الحذر ياتي ثالثا، فارس بن معضد بن محمد المزروعي. بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأراك حيلان لراشد بن عبيد بالهلي الهايري، ينطلق رابعا. وخامس التحديات الكونغرس لمحمد بن سعيد بن منانه ياتي خامسا. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، النداء الاول للخمس المراكز الاولى، ولكن نعود في هذه اللحظات مع الصدارة. نتابع الخوار، نتابع الخوار اللي منطلق منذ البداية بمقدمة هذا الشوط، وفارس او بشعار احمد بن سعيد بن منانه من يتابع هذا الانطلاق المتميز. شاهين ياتي ثانيا لعلي بن عبيد بن غدير الكتبي. ننطلق مع المركز الثالث كي أراك حيلان لراشد بن عبيد بالهلي الهايري، ومع المركز الرابع، المركز الرابع الحذر فارس بن معضد بن محمد المزروعي يعلن انطلاقة الحذر. مع المركز الرابع وخامس التحديات أرى هناك أيضا من الجانب الآخر في هذه اللحظات الكونغرس محمد بن سعيد بن منانة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع المقدمة والخوار من قائد المجموعة منذ البداية بتحدي، بإثارة، باندفاع متميز وبشعار احمد بن سعيد بن منانة. ولكن ارى كحيلان يتسلل مع المركز الثاني، عينه على الصدارة، عينه على مقدمة هذا الشوط. راشد بن عبيد بالهلي بمتابعة وانطلاقة كحيلان مع المركز الثاني. نتابع ثالث التحديات وارى الحذر فارس بن معضد بن محمد المزروعي والقدوم للكونغرس محمد بن سعيد بن منانة. يتابع 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 هذا الانطلاق المتميز والاندفاع الجميل، ولكن الخوار، الخوار اللي صامد على مقدمة هذا الشوط منذ البداية يقود المجموعة متحمل المسؤولية. وبشعار مشاهدينا متابعينا الكرام احمد بن سعيد بن منانة، ولكن التحديات، التحديات المستمرة يا سلام بالاداء الجميل بالتحدي. نتابع نتابع الحذر فارس بن معضد بن محمد المزروعي يعلن، يعلن انطلاقة الحذر. وصل الكونغرس مع المركز الثاني بلا هواده، ينطلق من مركز الى مركز بطريقه الى الصدارة. وبالشعار محمد بن سعيد بن منانة ينطلق مع المركز الثاني. رابع التحديات كحيلان لراشد بن عبيد بالهلي. اللحظات الاخيرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والمعركة طاحنة، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط، ولكن من الجانب، من الجانب الاخر ارى هناك الحذر، ارى الحذر على الصدارة، على المقدمة، يقود المجموعة في اللحظات الاخيرة، في اللحظات الاخيرة. فارس بن معضد بن محمد المزروعي متابعا، متابعا ومنطلقا مع الحذر. واللحظات، اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع المركز الثاني وأرهني الكونغرس، الكونغرس مع المركز الثاني محمد بن سعيد بن منانة، ولكن الحذر قفل على مجريات هذا الشوط. سلام يا المرموم، سلام، أسعد الله صباحكم، تهانينا مع الأداء المتميز لفارس بن معضد بن محمد المزروعي على فوز الحذر بالمركز الاول. المركز الثاني يصرف فيك حيلان لراشد بن عبيد بالهلي، المركز الثالث لمحمد بن سعيد بن منانة، والبقية